سجل 186 ألف طفل للمشاركة في أنشطة صيفية تستمر لمدة شهر تنظمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا. شكرا على حضوركم لافتتاح حسب المراحل الصيفية لعام 2017. هذه فرصة مرة أخرى جديدة لنؤكد للعالم أن أطفال غزة بحاجة إلى ممارسة حقوقهم كأطفال. أطفال غزة بحاجة إلى المرح، أطفال غزة بحاجة إلى إدخال السعادة، وأيضا إرسال رسائل لكل العالم أننا أطفال يجب أن نتمتع بحقوقنا كما أقرتها كل قوانين الأمم المتحدة، ويجب أن نمارس حقنا باللعب والضحك وكما يمارسه جميع أطفال العالم. نحن بل إذا كان هذا الحق موجود في دول التي تتمتع بالحريات وبالحركة، ولكن في غزة مطلوب أكثر، لأنه يعني هذه الأنشطة لا تمارس في مدارسنا نتيجة العمل بنظام الفترتين الصباحية ومسائية، فنضطر أنه نعمل هذه الأنشطة في هذا. جديدنا هذا العام عندنا ثلاث أنشطة مركزية، عندنا برنامج الطالب السفير، عندنا برنامج الكورال الطلابي، وعندنا برنامج أيضا المخيم الطلابي. المخيم الطلابي كما تحدثت أنه هذا بالشراكة مع حيكون عبارة عن 100 طالب، 50 طالب من الضفة الغربية طالب وطالبة، و50 طالب من غزة. الشباب سيكونوا في مركز النور لتأهيل المعاقين بصريا، والفتيات سيكون في مركز تدريب كلية تدريب غزة أو ما تعرف بالصناعة الاسم الدارج بين في المجتمع الغزي. وقال مدير برنامج أسابيع المرح الصيفية السيد يوسف موسى إنه سيشارك في أسابيع المرح الصيفية من الفتيات ما يقارب 50.3% ومن الفتية ما يقارب 49.7%. هذه وبرنامج الطالب السفير هو برنامج لبناء قدرات الشباب لخلق جيل واعي قادر على التحدث بلغة المجتمع، التحدث إلى الآخر، قبول الآخر، إنشاء حوار مع الآخر، وأن يكون خير ممثل لمدرسته ومجتمعه وأسرته في مع زملاء الطلاب من مختلف دول العالم، وأيضا أن يكون خير سفير للأونروا في التحدث عن قضايا والتحديات التي تواجه الأونروا من ناحية العمل نتيجة الحصار ونتيجة العجز المالي، وأيضا يكون من ضمن المحاورين للشركاء الأوروبيين والمتبرعين أيضا اللي بيزوروا غزة. الأنشطة الأخرى الجديدة الأخرى اللي هي النشاط الخاص بكل منطقة. في منطقة شمال غزة نعمل على العدل والمساواة في النوع الاجتماعي أو ما يعرف بالجندر. في منطقة غزة سنعمل على رسائل بحر، وهي رسائل محبة وسلام سترسل عبر زجاجات و يعني يقوم بتصميمها الطلاب. أيضا هناك العديد من المصنوعات من منتجات البحر سواء من الخزف أو من الزلف أو من حتى الرمل، ستشاهدوه في معرض إن شاء الله سيقام في 25/7، وأنتم مدعوين من اليوم إلى هذا المعرض لحضور معرض رسائل البحر. في المنطقة الوسطى أسابيع المرح الصيفية ستمارس باللغة الإنجليزية كما شاهدتم، وفي منطقة خان يونس المعرض التكنولوجي أو الإكسبوتيك هو أيضا له دور في هذا الموضوع. في رفح إعادة تدوير النفايات هو هذا، بالإضافة إلى الألعاب الأخرى التقليدية مثل الترامبولين والقلعة والزحليقة، وأدخلنا أيضا لعبة السلم والثعبان أيضا السنة لعبة جديدة للأطفال. يعني هناك التجديد، والجديد أيضا العدد الغير مسبوق للطلاب الذين سجلوا، وما زال التسجيل حتى اليوم مفتوح، وصلنا إلى 190 ألف طالب من 256 ألف طالب، وهذا يعني أنه أكثر من 80% من طلاب المسجلين في مدارس الأونروا سجلوا الألعاب الصيف. هذا إنجاز يعني لم يتحقق سابقا لا في عام 2016 ولا في الأعوام اللي سبقت ذلك. يذكر أن الفعاليات انطلقت في 8 من يوليو تموز، وستختتم بسلسلة احتفالات تنتهي في 5 من أغسطس آب.